قالوا لي سفرك بسبعة سنين. طبعا هون نحن صرنا نجهز حالنا بدنا نسافر. بالنسبة للشغل اللي أنا بشتغله تركت الشغل وصرنا نضبضب حالنا، بدي سلم البيت، بدي إذا في عندي أغراض بدي بيعهم من البيت، مثلا أدوات كهربائية أو شيء بدي بيعهم، يعني شبه بعتهم كمان. بتفاجئ أنه 28 واحد أو 27 واحد بيطلع قرار بأمريكا أنه ما بده اللاجئين سوريين ومن عدة دول. عندي محمد يعني أحيانا ببكي قد ما بيقول لي ماما إمتى بدنا نطلع بالطيارة، شهد صغيري ماما يعني وقت بتحكي لي ما فيني رد عليها إنه شو بدي غلا إنه إيه كنا حنسافر ووقفونا. بعد شيء تقريبا جمعة من هالقرار رجعوا اتصلوا فيني تقريبا بخمس الشهر، اتصلوا فيني وقالوا لي بدك تسافر، القرار التغى وبدك تسافر. What is your name? My name is Muhammad. What is your name? My name is Shahad. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. إني ألكن أنتم مسافرين، أنتم رايحين لحياة جديدة هونيك، أولادكم حيتعلموا إنه الحياة تختلف هونيك، وإمتى نحن إن شاء الله نحن كمان بتطلع لنا سفرة مثل ما طلعت لكم، إن شاء الله نحن كمان بنلحقكم. أنا بيهمني يطلع مني شيء إيجابي وبياخذوا عني نظرة إنه هذا كونه مسلم عم بيطلع منه شيء إيجابي، وهالشيء هاي بتغير صورة بتغير النظرة اللي أخذينا، الفكرة اللي أخذينا عنها هني.